فرصة أن ندرك هذا الشهر العظيم المبارك الذي فيه من الخيرات ما جعله محلا لاصطفاء الله جل في علاه، فإن الله اصطفاه من بين سائر الزمان فجعله محلا لإنزال القرآن على خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعله محلا أيضا لحوادث قدرية. فهذا الشهر إذا دخل صفدت الشياطين، وتصفيدها يعني سلسلتها يعني ربطها عن التأثير الذي كان يحصل قبل رمضان. ما لا يعني هذا إزالة التأثير بالكلية، لكن يخفف تأثيرها بهذا الحبس، ولكنها تصل إلى شيء من التأثير الذي يكون بالوسوسة وغيره من صور التأثير الذي لا يتعارض مع السلسلة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. هذا من أول ليلة من ليالي الشهر، فحري بنا ونحن نستقبل هذا الشهر أن نفرح به وأن نحمد الله على بلوغه، وأن نسأل الله جل في علاه الصدق، صادقين في 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 استثماره في الصالح الراشد النافع من مما ترتفع به الدرجات وتصلح به الأعمال.